بمباراة العهد والتضامن سوري مع انطلاق المباراة مع صافرة ورطان ماتوسيان والكرة الأولي. حسن حمود بيلعب الكرة داخل المنطقة خطر جدا ممكن نشوف هدف أول جول. لا 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 ديفيد ستريهافكا خطأ ممكن نشوف هدف أول. حسن شحيته عم يحاول يلعب الكرة فضل سليماني عم ينقذ علي بنزي جول. نصر سرع بيسدد بقدمه اليسرى وانجاز بفضل بسلماني والكرة يعني مش معقول لو بلال نجدي نجح بالتسديد بسعيد عواضه التضامن صور المفاجأة الدائمة حاضرة. وعما بتسألوا عن المفاجآت ما في غير التضامن صور. بيلعب الكرة لداخل المنطقة مقطوعة بتسقط خطيرة جدا وحيد فتلعب بيصد. لا 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 مش معقول الطريقة اللي تخلصت فيها الكرة. كرة عهدوية الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية الخطيرة بالفعل بيلعب كرة عادية بتسقط قدام طارق العلي وعباس اونيكا محاولة من العهد لتعزيز النتيجة لتسجيل هدف الأمام مع طارق العلي كرة أيضا علي بس مع صافرة نهاية أحداث المباراة بفوز العهد على التضامن سور.